صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم باجتماعنا في هذا الصباح. منرحب بكل واحد بهذا المكان. بدي استغنم هذه الفرصة حتى أشكر السات 7 يلي من خلالها عم توصل لكل بيت بتقدم رسالة المسيح. وبيناتنا لازم يكون في شخص عزيز على قلبي كتير، هو خيي جان، وبقدم له التحية. يمكن هلأ عم بيحضرنا على التلفزيون. خيي جان بسبب المرض ما عم بيقدر يجي يكون معنا، لكن بفضل السات 7 اللي عم تنقل هذا الاجتماع عم بيقدر يعبد ويرنم ويحب الرب بالبيت. فبقدم له تحية وبقول له رب الله يباركك خيي. نوقف مع بعضنا ومنرنم أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. مع بعض أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لي عظمتي اسم يسبح أعمالك وبجبروتك يخبر. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصار. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يؤمنون، وبجبروتك يؤمنون. أنا نحبك نسجد ونعبدك، مجدا لاسمك في كل الأرض. كلنا مع بعض أبانا. نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. كلنا مع بعض مجدا. مجدا لاسمك، مجدا لاسمك، مجدا لاسمك في كل الأرض. مع بعض مجدا لاسمك، مجدا لاسمك، مجدا لاسمك في كل الأرض. يسوع نحبك، يسوع نحبك، نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. يسوع نحبك، نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك، مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك، مجدا لاسمك، مجدا لاسمك في كل الأرض. اسمك عظيم مشير قدير، نرفع اسمك في كل الأرض. اسمك عظيم مشير قدير، نرفع اسمك في كل الأرض. مع بعضنا نرفع اسم يسوع. نرفع اسمك، نرفع اسمك، نرفع اسمك في كل الأرض.
اسم في الحياة هو المسيح الملك، هو الملك. تشتو له كل ركبة، يعترف كل لسان، هو الإله، هو الإله. مع بعض. اسمه يسوع فوق كل اسم في الحياة، هو المسيح الملك، هو الملك. تشدو له كل ركبة، يعترف كل لسان، هو الإله، هو الإله. أعطوا مجدا، أعطوا مجدا للحمام. قائما متوجا كلنا سوا نعطي، أعطوا مجدا للحمام. هالخالق المحب شو بده من حياتنا؟ كيف بدك ينا يا رب نعيش؟ يا رب أمدنا هالأيام تمرق ونحن وبعاد عنك، أو مش منتبهين قديشك بتحبنا، قديشك عم تدعينا لنعيش معك. أمين يا رب. بشكرك إنه تقبلنا مثل ما نحن وبتصير أنت تغير فينا يا يسوع. بشكرك يا رب إنه لما نجي لعندك تقبلنا، أنت بينا الحنون، أنت أفضل بي ممكن نتمناه. مع كل الظلم بالعالم، مع كل الشر بالعالم، نتطلع فيك منلاقيك غير. كلك قداسة، كلك محبة. آمين. كلك براءة. يا رب علمنا نكون مثلك. الشر بهذا العالم ما جاي إلا منا نحن. يا رب سامحنا، سامحنا على كل كلمة عم تطلع منا، على كل فعل بيطلع منا بيعمل شر بهذا العالم. بعدين نحن منعترض، وينك يا رب؟ بس أنت هون جاي لتغير قلوبنا، تغير حياتنا، تمتد بملكك وتعمل سلام وتعمل محبة وتعمل تغيير بالقلوب. يا رب خلينا نكون نحن أول ناس منتغير قبل ما ننتقد، قبل ما نعترض على الشر بالعالم. خلينا نكون نحن صانعي سلام بهذا العالم. أمين. خلينا كلنا هون، كلنا بقلب واحد نقول يا رب منوعدك أنه بدنا نعيش مثلك، بدنا نتعلم من قيمك، من تعاليمك، وبدنا نطيعك. ما بدنا بس نسمع، بدنا نسمع وبعدين نعيش. يا رب غير قلوبنا بكل هالفترة نحن عم نصلي. يا رب كون عم تشتغل فينا يا رب. نحن منفتح قلوبنا لإلك وفكرنا يا رب. تغير فكرنا، تغير أي أفكار بشعة، أي أفكار تصدر شر. يا رب أنت نظفنا على الأخير يا رب، بالكامل يا رب نظفنا، نعطي حالنا لإلك. أنت بعد ما أعطيت نفسك على الصليب وغفرت لنا كل خطايانا، منشكرك يا رب على تضحيتك وعلى عطائك الكبير. وهلأ منقول بدنا نعطيك الشيء الوحيد اللي منقدر نعطيه، هو حياتنا لإلك يا رب. ما منملك شيء تاني، نعطيك حياتنا يا رب. آمين. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أريد. مع بعض. يسوع أنت إلهي. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا. يسوع أنت من أريد. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي،
يسوع أنت من أريد. يسوع هو بريدك، هو بحبك، هو بيدعيك أنك تجي لعنده، هو واقف على الباب وعم دق الباب، هو صوته بجلجل بكيانك، هو صوته بقلك تعال عندي، تعال عندي، تعال عندي. مين اللي حبك أكتر من كل الناس؟ مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيه؟ وعادي فكر انه في يوم نسيت مع بعض. مين اللي حبك اكتر من كل الناس؟ مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيه؟ وعادي فكر انه في يوم نسيت. ده يسوع المسيح يشفي كل جريح ويديله حياة بأمان. شوف قلبه المسيح حبك أكثر من كل الناس. مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيه؟ اوعى تفكر انه في يوم نسيت. مين اللي حبك أكثر من كل الناس؟ مين اللي ادالك الحياة والخلاص؟ مين اللي في حزنك هو حاسس بيه؟ اوعى تفكر انه في يوم نسيت. ده يسوع المسيح يشفي كل جريح ويديله حياة وأمان. شوف قلب
عشاني وعشانك ليس لنا يا ربنا بل اسمك نعطي مجدا. كلنا نوقف. ليس لنا نوقف للرب ونرن بل اسمك نعطي مجدا من أجل رحمتي من أجل أمانتي كي يعلو صوت صبحك بين الأمم من أجل جودك من أجل صلاحك حتى يغطي مجدك كل القمم. لنا يا ربنا بل اسمك نعطي مجدا ليس لنا يا ربنا بل اسمك نعطي مجدا تحمدك الشعوب وتعظمك تسجد كل الركب في عرشك فأنت سيد ملك ممجد صالح إلى الأبد رحمتك ليس لنا يا ربنا بل اسمك أعطي مجدا مع بعض ليس لنا يا ربنا بل اسمك أعطي مجدا سبحوا سبحوا ربنا يا كل الأمم وحمدوه يا كل الشعوب لأن رحمته طويت علينا انت الملك الوحيد على ملكك لن يزيد وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصير رنم معنا انت الملك الوحيد على ملكك لن يزيد وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصير بالهتافة والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين وبأغنيات رفعين رايات رايات النصرة من قلبي بالهتافة والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين وبأغنيات رفعين رايات رايات النصرة من قلبي نرفع بالتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين
في أراضينا حيعلى ويعلى جلالك ويكون مجدك ده في وسطينا حيظهر بك رح نهدم كل سيوف حقك ده في أراضينا حيعلى ويعلى جلالك ويكون مجدك ده في وسطينا حيظهر بك رح نهدم كل نتفضل ونحن رؤوسنا في كلمة صلاة قبل ما نسمع لرسالة من الكتاب المقدس. يا رب أسبوع جديد، أحد جديد، أحد قيامتك من بين الأموات، نأتي إليك لنقدم السجود والعبادة والإكرام والاحترام والتقدير لما صنعت من أجلنا أيها الرب. يا بطل الصليب، أنت الإله القريب يلي تجسدت بيناتنا، أفرغت ذاتك، أصبحت لا شيء، عبد، توجهت نحو الصليب وقدمت ذاتك على الصليب من أجلنا. الحياة الأبدية كلها لا تكفي يا رب تعبيرا عن شكرنا تقديرنا لما صنعت من أجلنا. اليوم يا رب نقف أمامك باسم شعبك، نسجد أمامك يا رب، نرفع خطايانا قدامك، نسألك يا رب أن تغفر خطايانا، أنك تطهرنا من كل إثم، من كل ضعف. بدمك الطاهر يا رب غسلنا، غسل كنيستك يا رب، طهرها. إذا في أشخاص بيناتنا بيحتاجوا للسلام الحقيقي الذي يفوق كل عقل، تعا يا رب وملأنا من سلامك، حتى يا رب لا نخاف أحد ولا نخاف من المستقبل، نعيش باطمئنان لأنك أنت معنا. تعا يا رب وملأنا من هذا السلام. نحتاج إلى السلام ببيوتنا، بأشغالنا، في الطريق، بالسيارات، أينما كنا يا رب نحتاج إلى سلامك. ملأنا من هذا السلام. سلاما أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. نصلي يا رب إذا في أشخاص بيناتنا أجساد ضعيفة بيحتاجوا للقوة، عم يحضرونا عم يسمعونا، نصلي يا رب أنك تجي وتعين ضعفاتنا، تشفي أمراضنا، تشفي ضعف الجسد أيها الرب، في انتظار أن نلبس جسد جديد ممجد. منعيش يا رب حياتنا، منعتني بأجسادنا، هالوزن اللي أعطيتنا إياها بكل أمانة. منصلي أنك تبارك أرواحنا وأجسادنا، تبارك مشاعرنا اليوم، تشفي مشاعرنا الجريحة، المتألمة، الضعيفة، المجروحة بسبب مر السنين، بسبب ألم الناس، بسبب خطية الآخر. أعطينا شفاء لجروح عميقة موجودة في كياننا، تيالي بتعرف الماضي والحاضر والمستقبل،
نجي يا رب ومنستسلم بين إيديك، نطرح حياتنا بين إيديك، نقولك منعطيك حياتنا ونفوسنا وقلوبنا. نقولك يا رب عنا توقعات اليوم إنك تكلمنا من خلال رسالة الحياة، فحضر قلوبنا الآن يا رب، حضر أرواحنا لتستقبل كلامك، تطيع كلامك، لتخضع لمشيئتك، لتعمل مرضاتك أيها الرب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين آمين. تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا أصدقائنا الجميع. إذا في حدا حد منك بديك تلتفت للشخص اللي حد منك تسلم عليه وتقله بالإيمان أنت كريم مثل سيدك، أنت كريم مثل سيدك، أنت كريمة مثل الرب يسوع المسيح، أنت كريم مثل المسيح. موضوعنا اليوم الشخصية الكريمة، الشخصية الكريمة. البخيل بيسكر ديني لما يفتح جيبته مش هيك، والكريم بيسمع أكثر لحتى يعطي أكثر، لحتى يعطي أكثر. اليوم غايتي هدفي مش إني وجع لك ضميرك لحتى تصير تعطي، إنما غايتي هي إني شجعك تعيش الغنى الحقيقي من خلال العطاء بكرم لإله أعطى حياته من أجلك. بعد مرة، هدف موضوع اليوم مش إني وجع لك ضميرك، الهدف إني شجعك تعيش الغنى الحقيقي من خلال العطاء بكرم لإله أعطى حياته من أجلك، من أجلك. خليني أبدأ بثلاث ملاحظات قبل ما أدخل في موضوعي. الملاحظة الأولى، إذا بدي أحكي عن الشخصية الكريمة بدي أشهر نحكي عن هالموضوع. فينا نحكي عن الشخص الكريم بوقته، بأنه يزخر وقته، يعطي وقته لخدمة الآخر. ممكن نحكي عن شخص كريم بمشاركة أفكاره وحكمته وعلمه، أو شخص كريم بمشاركة مثلاً عواطفه أو تعبير كلام في تعبير جميل تشجيع للآخرين. ممكن واحد يكون كريم بكلامه، وممكن واحد يكون كريم بموارده، بالأمور المادية يلي الله بيضعها بين إيدي. وهيدا هو الموضوع تحديداً يلي بدي ركز عليه اليوم، هو الكرم في العطاء المادي، المادي. والملاحظة الثانية هي أنه موضوع اليوم شوي ردة فعل أو تجاوب لما يحدث من حولنا، يلي فيه منلاحظ الإنسان صار عنده طمع للكثير. أولادنا دايماً بيقولولنا بدي 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 بدي، يعني أريد 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 أريد. الزوج يريد يريد، الزوجة تريد تريد تريد. هلأ جاي عيد الميلاد، نريد 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 نريد. أعضاء الكنيسة بيجوا لعند القاضي لعند الراعي، أريد 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 أريد. دايما في رغبة بالمزيد. ونعم السبب لأنه في احتياجات موجودة خاصة بمجتمعاتنا، ولكن أحيانا السبب هو أنه لم نعد نشبع بما أعطانا الرب، بما لدينا. بطل عنا شبع حقيقي، من هيك عنا دايما شعور بدنا أكثر فأكثر فأكثر. الملاحظة الثالثة أنه أرى أشخاص بيناتنا عم بيصيروا فقراء أكثر فأكثر، عم يفتقروا، عم يخسروا وظائفهم. وأحيانا السبب هو أنه بتخسر وظيفتك بسبب أنه المدير ظالم، لأنه الآخر فعل الشر بحقك. نعم هيدا الشيء مزبوط. أيام وضعنا المالي صعب بسبب أنه الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن أحيانا السبب هو نحن، السبب شخصيتنا غير الكريمة، السبب أنه الله ينظر لنا وبيشوف أنه نحن في بخل بحياتنا، وهذا البخل عم بيخلينا أنه نفقد سمعتنا وصيتنا ومحبتنا ونخسر وظائفنا. فلربما أحيانا بسبب أنه نحن منا كرماء من هيك عم نعيش بفقر حقيقي، ولازم نواجه هالحقيقة بكل شفافية وصدق وصدق. من يومين ثلاثة كان عيد ميلادي، وكنت عم عيد أنا وعائلتي، وبتذكر هيدي الحادثة اللي صارت من سنتين ثلاثة، لما بنتي عمرها 9 سنين بوقتها اجت لعندي وقالت لي دادي أنا عندي هدية لإلك. فعطيتني مغلف
وبهالمغلف كان في كل مصرياتها، كل المصاري اللي مجمعته بيجيها شوي على عيد الميلاد ومن هون وعلى عيدها مجمعة هالمصريات سنة سنتين، فجمعتهم كلهم حطتهم بأنفلوب واجت عطتني اياهم. قلت لي دادي هيدي هديتك لهالسنة. فتحت الهدية طلعت شفت فيها هالمصريات كلهم 10,000 و5,000 و3,000 و250 و500 كلهم حطتهم بأنفلوب. فقلت لها هودي كل مصرياتك؟ قلت لها وكل شيء عندي. قلت لها انا طب ما خلي شوي لإلك، اعطيني شوي وخلي انت جزء كبير لإلك. قلت لي انا مش بحاجه لمصاري، لاني بعرف انه انت البابا وكل ما انا بحتاج انت بتعطيني، انت بتعطيني. هل قد كان ايمانها كبير ببيا لدرجه انه كان عندها استعداد ان تعطي الكل لابيها؟ هل ايماننا كبير بالهنا؟ لما بدي أعطي تعريف للشخصية الكريمة بقول أولاً الشخصية الكريمة هي الشخصية يلي عندها إيمان كبير بإله كبير، إله كريم، إله بيسد الحاجات، إله حاضر. الشخص اللي ما بيعطي هو شخص بعد ما فهم قديش إلهنا كبير وكريم ومحب، والسبب هو قلة إيماننا بهذا الإله العظيم. فالشخصية الكريمة هي الشخصية يلي عندها إيمان كبير بإله عظيم، إله كريم. الشخصية الكريمة هي شخصية تعطي من دون مقابل، من دون مقابل. بتعطي وما بدها شيء، ما بدها حدا يعطيها، ما بدها استرداد لمالها، ما بدها حدا يقلها برافو أو يكرمها أو يحترمها أكثر من اللزوم. الشخصية الكريمة بتعطي من دون مقابل. الشخصية الكريمة غير أنانية، لأنه كل ما بتعطي أنت عم بتواجه أنانيتك، كل ما بتعطي أنت عم بتشن حرب على المادية الموجودة في العالم. كل ما تعطي أنت عم تعلن أنه الله هو الأول بحياتك ومش الذات والأنا هي الأولى بحياتك. أمين. الشخصية الكريمة أخوتي شخصية يبحث عنها الله، شخصية يثق بها الله. الله إذا بده يعطي ماله للبشر بده يعطي ماله لأشخاص بيوثق أنه هن كرماء في العطاء، يعني أشخاص هن نبع ونهر ومنهم مستنقع. هن مثل الـ OMT machine، تعرفوا الـ OMT machine؟ Online Money Transfer، بتنقل المصاري من مكان إلى مكان. يعني بدنا JMT Jesus Money Transfer، الله بيعطينا مصاري لننقله للآخرين. الله ما بده إيانا نكون مستودع أو مخزن لتكديس المال. الله بيعطينا لحتى، أنتوا معي، لحتى نعطي الآخرين. الشخصية الكريمة يبحث عنها الله. هلأ في الكتاب المقدس نرى في ثلاث أنواع من العطاء أيدون عندكم. العطاء الأول يلي هو المستوى الأدنى، المستوى الأول يلي هو متوقع من الجميع، المستوى الأول هو يلي بيسميه الكتاب المقدس العشور. العشور، العشور يعني تقريبا بتعطي عشر مدخولك للرب، وبتعطيه أولا، يعني أول ما بتقبض معاشك عشره لمين؟ للرب. اعلان انه هو رب على حياتك، اعلان انه كل شيء انت بتملكه لإلك. هيدي العلامه، العلامه الظاهره انك بتعطي عشر ما تملك للرب. وبدي شجعك مع الوقت انه عشورك تزيد من 10%، لما تبلش تطلع شوي اكثر تصير تعطي 12، بعدين 14، بعدين 17، بعدين 20، 30، 40، وتطلع بامانه. وشوف قديش الرب بكافئ الشخص يلي بيعطي بكرم وبيعطي بأمانة. هيدا المستوى الأول. البعض بيقول بس ما معاشي ما بيكفي، مش هيك؟ ما أنا بطلع 900 دولار أنجا يقدوني لآخر الشهر. ما عم بيقدوك لآخر الشهر، السبب لأنه ما عم تعطي الرب أولا. لما بتعطي الرب أولا، الرب مؤتمن هو على هالمال اللي عطاك إيه أنه يساعدك تستمر إلى نهاية الشهر، لما بتعطي الرب أولا. البعض بيقول بس ما أنا خدمتي
أنا بفكر إنه الخدمة الطوعية يلي بعملها هي بتعوض عن العطاء المادي. هيدا فخ يضعك الشيطان فيه، تقع فيه لحتى ما تعطي بكرم، لحتى بخلك يزيد. فإذا أنت بتقول بس ما أنا بعمل هالزيارة ساعتين، أو بهتم بالكنيسة شوي، أو بيجي وبخدم فلان، أو بصلي لفلان وفليتين، هيدي خدمتي. أنا ما عم بقدر أعطي مادياً، بس أنا عم بقدر أعطي وقت للخدمة. كل واحد بينال من الرب، بياخد معاش، بياخد تقدمة، بيقدر يعطي بنسبة يلي أخده، بنسبة معينة. في مبدأ كتابي كتير مهم، مثل ما في قوانين طبيعية، في قوانين أخلاقية، قوانين إلهية. القانون الإلهي بيقول إذا بتعطي الله ما له يعطيك ما له، يعطيك ما له. الكتاب المقدس بيقول هاتوا العشور وجربوني بهذا إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. أفيض عليكم بركة. لما الرب يشوف أمانتك بالأمور الصغيرة بيعطيك لتكون أمين بالأمور الكبيرة، بيفيض عليك بركة حتى لا توسع. أحياناً السبب، مش دايماً، أحياناً السبب فقرنا هو عدم عطائنا. كنت بحب أقول دايماً فقرنا هو سبب عدم عطائنا، بس أحياناً عدم عطاء الآخر بيسبب لنا الفقر. لكن المستوى الأول هو العشور. هذا المستوى الأول، هذا تحت، بعدنا تحت. المستوى اللي فوق منه هو التقديمات، ما بعد العشور. يعني الشخص بيكون أمين بعطائه الشهري أو الأسبوعي حسب مدخوله، وفوق هيدا وكله لما بيشوف في حاجة، حدا جعان بيعمل له طبخة وبيخدله إياها، أو حدا عنده حاجة مادية بده يفوت على المستشفى بجرب يساعده، فهيدا مبلغ إضافي، هيدا تقدمة إضافية نعطيها بحسب الحاجة. وهيدي بينه وبين الرب، ما حدا بيعرفها. بتكون ماشي بالسيارة بتشوف حدا محتاج بتساعده، بتروح بتعمل زيارة بتكتشف إنه في ولد محتاج بتساعده. فهيدي تقديمات إضافية بنعملها، عنا مشروع معين بدنا نعمله، منقول هلأ نحن بدنا نساعد، جاي عيد بدنا نساعد زيادة. فهيدا مستوى الثاني، فوق عشورنا نعطي تقديمات. والمستوى الثالث هو، أو النوع الثالث يلي بدي ركز عليه اليوم، هو العطاء الكريم، العطاء بكرم، العطاء المؤلم. عم تسمعوني؟ مؤلم. عطاء يلي بتعطيه بكرم بيأثر على وضعك الاجتماعي، عطاء يلي فيه تضحية حقيقية. هيدا هو النوع يلي بدي أحكي عنه اليوم، ورح خبركن ثلاث قصص وبعدين أحكي شي عملي من اختباري. الرواية الأولى من الكتاب المقدس هي من سفر الملوك الأول الفصل 17. اسمعوا للقصة. القصة بتحكي عن النبي إيليا. لما الرب حكي معه وراح النبي إيليا لعند أخاب الملك، واحد ملوك 17، وقال له بدي خبرك خبرية بشعة أيها الملك، خير إن شاء الله. قال له رح يبطل في مطر ولا طل، ما رح ينزل المطر أبداً إلا عند قولي. كل هالسنين اللي جاية ما رح تشوف نقطة ماي إلا عند قولي. معناتها رح يصير في مجاعة، البعض رح يموت من قلة الطعام، وضع اقتصادي رح يكون صعب جدا. بعدين الرب قال له لإيليا، النبي إيليا، قال له بديك تروح على نهر كريثة مقابل الأردن وتسكن هونيك، والغربان رح يجيبوا لك خبز، والبعض ممكن يقريها العربان، العرب يعني بهديك الأيام، رح يجيبوا لك خبز ورح تشرب من النهر، تشرب من النهر. لكن مع الوقت جف النهر، فالرب بيقول له بديك تروح لعند أرملة، امرأة أرملة، وأمرت امرأة أرملة أن تعولك. روح على صيدا في لبنان، في جنوب لبنان، على صرفة في صيدون يلي هي صيدا اليوم، وهونيك في امرأة رح أنا أحكي معها، هي رح تعيلك، رح تهتم فيك. فراح وصل إلى باب المدينة، شاف امرأة عم بتجمع شوية حطب، فبيقول لها فيني عزبك جيبي لي كباية ماي، وعلى طريقك جيبي لي كسرة خبز. فقلت له حي هو الرب، ما بقى عنا إلا كمشة دقيق
وشوية زيت، وأنا هلأ عم حضر هالحطبات، بدي روح أعمل لقمة أكلها أنا وابني ثم نموت. ثم نموت. النبي إيليا بالعدد 13 يقول: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة، انتبهوا لهالكلمة، أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. أولا لمين؟ وأخيرا لك ولابنك، لأنه هكذا قال الرب: إن جرة الدقيق لا تفرغ وقارورة الزيت لا تنقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت وأكلت هي وأهل بيتها الأياما أياما أياما. الدرس اللي منتعلمه، انتبهوا منيح، عندما تعطي الرب أولا لن تحتاج أبدا. عندما تعطي الرب أولا لن تحتاج أبدا. عندما تعطي الرب أولا يكافئك دائما 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 دائما. عندما تعطي الرب من أعوازك يعطيك من كرمه. عندما تعطي الرب من أعوازك يعطيك من كرمه. هيدي المرأة اعطت كل شيء، اخر لقمة عندها، لتكتشف ان كل شيء له صار لها، صار لها. هل تعطي الرب بكرم؟ من أعواز هل تعطي الرب؟ اولا تعطي الرب. الرواية الثانية قصة مختلفة، قصة داود وبناء الهيكل، من واحد أخبار 19. داود كان شاب أشقراني، عيني حلوين، طلي غير شكل، كان متواضع، كان قائد، كان خادم، كان رجل قوي، كان قائد لشعبه صموئيل، مسحه ملك. وبتعرفوا رواية داود، عايش بتقوى، وكان عنده شغف رغبة لكي يبني بيت للرب، فانشغل بإعداد المواد لبناء الهيكل. وإذا بتفتحوا معي واحد أخبار، أخبار أيام الأول الفصل 29، رح أقرأ عليكم بعض الآيات حول بناء الهيكل أو التحضير لبناء الهيكل، كيف أنه داود أمن مواد للبناء. بالعدد 2 بيقول: وإن بكل قوة هيأت لبيت إلهي. انتبهوا معي، الذهب لما هو من ذهب والفضة لما هو من فضة. بعدين بيحكي عن النحاس وعلى الحديد وعلى الخشب وكل حجارة كريمة والرخام. والعدد 3 مهم جدا، بقول: وأيضا لأني قد سررت ببيت إلهي لي خاصة من ذهب وفضة قد دفعتها لبيت إلهي فوق جميع ما هيأته لبيت القدس. يعني أنا أعطيت أعطيت أعطيت، لكن عندي خاصة، عندي شيء لإلي بخصني، ذهب معين. هيدا كمان شو عملت فيه؟ كمان فوق هوديك كلهم أعطيتهم للرب. وبعدين بيقول: فمن ينتدب اليوم ليملأ يده للرب. يعني مين بيتبرع هلأ لحتى يملأ يده للرب؟ فتبرع رؤساء الأباء ورؤساء أصباط إسرائيل ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء أشغال الملك، وأعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة و10000 درهم من الذهب و10000 وزنة من الفضة. والعدد 9: وفرح الشعب بتبرعاتهم لأنهم بقلب كامل تبرعوا للرب. وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. البعض بيقول انه داود قدم حوالي 20 مليار دولار. هالقد كانت تقدمته كبيره جدا، هالقد عطى عطاء مؤلم بكرم بتضحيه كبيره للرب. ومن بعد التقدمه بيجي وقت التسبيح. بالعدد 10: وبارك داود الرب امام كل الجماعه.
انتبهوا لكل كلمة. وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل إلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل. وهلأ انتبهوا شو بيقول: ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك، ومن يدك أعطيناك، لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل أبائنا، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة، وأنا باستقامة قلبي تبرعت بكل هذه. والآن شعبك الموجود هنا رأيته بفرح يتبرع لك. شو هالرواية؟ لما بيعطي القائد بكرم بيتحرك الشعب حتى يعطي أيضا. فبدي أسألكم أيها القادة، هل الرب عم بيحرك قلبك لتعطي عطاء مؤلم، عطاء فيه كرم حقيقي، عطاء فيه تضحية، لحتى شعب الرب كله يتحرك ويصير يعطي الرب بكل أمانة؟ بيقول داود: من يدك أعطيناك. واحد ببلش يشتغل، ببلش أول ما يبدأ بيتعلم، بعدين بيتوظف بالعشرينات بالثلاثينات بالأربعينات خمسينات بيجمع مصاري، في خطر إنه مع الوقت يفكر إنه هيدا أنا اللي عملته كله، بتعبي بجهدي بحكمتي بذكائي بفهمي بجدارتي بشخصيتي بالوقت يلي قضيته وضحيت لحتى عملت كل هودي. داود ما وقع بهيدا الفخ، وعرف وتذكر لما صار معه كتير إنه من يدك أعطيناك، من يدك أعطيناك. العطاء بيعكس ما في القلب من استقامة. القلب المستقيم بيعطي بكرم. الله لما أنت بتعطي بيطلع أول شيء وين؟ على قلبك قبل ما يطلع على يدك. الله لما هابيل قدم تقدمة، النظر الرب إلى هابيل وإلى تقدمته. أول شيء وين اطلع؟ إلى هابيل، طلع فيه، شاف تقدمة، شاف قلبه بالأول وبعدين التقدمة يلي قدمها. هل حياتك فيها عطاء حقيقي؟ هل بتعطي كثيرا للرب؟ سؤال الرب لكل واحد منا. القصة الأخيرة قصة يسوع في بيت عنيا من العهد الجديد. رب يسوع المسيح معزوم على العشاء، قاعد وناس عم يهتموا فيه، التلاميذ وفي نساء عم يهتموا بأمور أخرى، مرتا يمكن عم تطبخ، وبعدين مريم كان عندها قارورة طيب كثيرة الثمن، ورب يسوع المسيح قاعد ربما عم بيعلم. فبتجي، وبتعرفوا كانوا يقعدوا على الأرض من زمان، فإجت ركعت انحنت وأخذت قارورة الطيب وكسرتها عند أقدام السيد، وراحت بشعرها تمسح قدميه من حب للسيد، لأنه يسوع سبق قلبها، كان عندها استعداد تعطي أغلى شيء عندها ماديا هو قارورة الطيب هيدي يلي ثمنها كثير جدا. هلأ مين قاعد بين المجموعة؟ يا هو ذا الإسخريوطي. فبيأخذ على خاطره، بيزعل، بيطلع هيك بيقول: إيه شو عم تعمل هيدي؟ كان فينا نبيع هالقارورة ب 300 دينار.
ونعطيها لمين؟ للفقراء. 300 دينار يعني معاش سنة كاملة. سنة كاملة اجت هيدي المرأة وقالت بدي أعطي هيدا الشيء للرب يسوع المسيح. يهوذا أخذ على خاطره وقال هيدا الشيء كان فينا نعطيه للفقراء. وبقول بالعدد السادس من الفصل 12 من يوحنا، قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. يحمل ما يلقى فيه، يعني يهوذا ما كان همه الآخر، كان همه إنه هالمرة تبيع وتعطيها 300 دينار وتحطهم بالصندوق وهو شو ياخد منهم. تعرفوا حدا بيسرق من صندوق العطايا؟ تعرفوا حدا؟ مستحيل. معقول حدا بيسرق من صندوق، من سلة العطايا يلي منوزعها يلي منلمها؟ مستحيل واحد يوصل لهالمستوى إنه يسرق من صندوق العطايا. بس خليني أسألك سؤال، قديش في مال بجيوبنا كان لازم تكون بصندوق العطايا اليوم؟ قديش في أموال معنا يلي مش موقعها جيبتنا بس هي عشر للرب وكان لازم نعطيها للرب؟ صح؟ بهالرواية في قلبين، قلب لشخص أناني عطول عم يتزمر، عطول ما عم تساعد فلان، ما عم تهتم بفلان، باله بأنانيته، عم بفكر بمصلحته، وقلب تاني لامرأة سبى الرب قلبها، كان عندها استعداد تعطي الغالي والنفيس لهالإله يلي حبها وبعد شوي رح يعطي حياته من أجلها على الصليب. العطاء نعمة الله بيعطيها للإنسان، وعدو العطاء الأنا. الأنانية هي عدوة العطاء. العطاء، بدي أسألك كيف عطائك اليوم؟ هل بتعطي بكرم للرب؟ إذا بتقول أنا قلبي للرب يسوع المسيح ولكن المسيح منه مسيطر على كنوزي، انتبه، أنت عم تخدع نفسك، لأن الرب يسوع المسيح بيقول حيثما يكون قلبك هناك يكون كنزك. يعني قلبك موجود بكنزك. إذا كنزك مش للرب ما فيك تقول أنا قلبي للرب، لأنه قلبك في كنزك. إذا كنزك للرب يعني قلبك للرب، وإذا كنزك منه للرب يعني قلبك منه للرب يسوع المسيح. هل كنزك للرب يسوع المسيح؟ لما نحكي عن العطاء في ثلاث مستويات من العطاء، وبعدين بدي أحكي شيء عملي. المستوى الأول هو شو؟ الأدنى مستوى، العشور. أنت بتعرف أنه في كتير مؤمنين بعد ما وصلوا لهالمستوى الأول وصلهم بالإيمان سنوات، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو التقديمات، من بعد ما نكون أعطينا عشورنا بأمانة للرب، أعلان أنه أنا يا رب أعلن أنه كل ما هو لي هو لك. بعدين في المستوى الثالث هو العطاء المؤلم، العطاء الكريم. فهل الرب بده يخدنا بحياتنا على هالدرب، درب العطاء، لحتى نعطي بكرم كما هو يريد؟ بدي أعطيكم اختباري الشخصي. أنا شخص بشعر وأنا وماشي مع ربنا، أيام كتير الرب بيحكي معي بطريقة واضحة جداً، وما بيحكي معي بصوت مسموع. ما بعرف، يمكن الرب يحكي معك بصوت مسموع، بلغة مسموعة، لكن بيحكي بضميري بكياني، وفي صوت لما بسمعه ما بقدر أقول له لا عليه. فبكون عايش حياتي أسبوع ورا أسبوع بسمع صوت أيام بيقول لي بدي منك تعمل هيدا الشيء، وبشعر أنه بالماضي كنت جرب عاند هيدا الصوت، لا يا رب مش هلأ أو مش وقتها، لكن هيدا الصوت بيطاردني إلى أن وطيع الرب. مثلاً كن ماشي بقول الرب طلع هالسيد الكبير معك بالسيارة، هلأ مش وقت رايح مش وقت، طلع. ما بيسكت هيدا الصوت إلا ما أوقف وافتح الباب وطلع هالمرة الكبيرة. أو بعدين بقول لي هلأ شيل كل المصريات اللي معك واعطيها إياهم يا رب، بس أنا هلأ محتاج لهم. لا،
الرب بيعرف بخطته الإلهية إنه هلأ لازم أنا أعمل هيدا الفعل. بيصير معكم هالشي، بتسمعوا هالصوت، تكون قاعد بالاجتماع أيام الرب يقول لك، ما بتسمع صوت، بعدين يوم من الأيام الرب يقول لك شيل كل شيء معك وهلأ أعطيه، لأنه الرب بيعرف إنه في حاجة معينة. وبكرة بالسماء بنقدر نفهم، لما عملت هيك صار هيك وصار هيك. فهمت علي؟ فهل بتسمعوا هالصوت؟ مين بيسمع هذا الصوت بكيانه بداخله؟ عال بتفهموا علي؟ هذا الصوت زارني هذا الأسبوع أنا وعم حضر العظة، زارني نهار الخميس وعم اشتغل على الوعظة. إجا الرب قال لي أمتين أنت أعطيت عطاء مؤلم، عطاء يلي فيه تضحية كبيرة. صرت فكر قال له للرب يمكن هاي يمكن هاي يمكن هاي يمكن هاي. قال لي الرب روح وشوف قديش في بحسابك مصاري بالحساب الجامد المجمده، هذا هالمال يلي منسميه بدفتر التوفير، تسمعوا بدفتر التوفير. فا اوكي رحت اطلعت، اوكي عندي هالمبلغ. بعدين قال لي الرب بدي منك تعطي 90% وتحتفظ ب 10%. قلت له يا رب قصدك اعطي 10%؟ ما انا معشرهم هاو، بدك ارجع اعطي 10 تاني بقدر اعمل هيك؟ قال لي الرب لا، قال لي بدي اياك تطيع العظه يلي بدك توعظها، وبدي اياك انت بالاول تبادر وتعمل هالشيء. بدي منك تعطي 90% وتحتفظ ب 10%. وهيدا الصوت طاردني، لان اخذت التليفون وتلفنت موظف البنك وقلت له تنين حضر لي شيك ب 90% من دفتر التوفير لانه بدي اعطيه لكنيسه المسيح. وهيدا الصوت قلت له لزوجتي، الرب تكلم معي وقال لي هيك. تعرف شو قلت لزوجتي؟ قلت لزوجتي إذا الرب قال هيك أنا معك. فالزقفة لازم تروح لزوجتي. لما منقدم للرب بدي أقول لكم الذهب والمال هيدا تراب. هيدا تراب مقابل ما أعطى هو من أجلنا لأجلنا، صح؟ سفر الرؤيا بقول السماء المدينة السماوية شوارعها بتعرفوا من شو؟ من ذهب. يعني الزفت الاسفلت اللي بتشوفوه على الطريق هو بالسما ذهب. هل قد الذهب ما له قيمه؟ في خبريه في قصه بتقول انه واحد غني مؤمن مات وطلع على السما وقدر ياخذ معه كيس من ذهبياته. فوصل على السما دق على الباب، فتح له بطرس الرسول، قال له شو لوين جاي؟ قال له كذا، قال له شو معك بالشنطه؟ قال له معي ذهبياتي. قال له حدا بفوت اسفلت على السما؟ حدا بفوت زفت على السما؟ شو بدك فيه؟ ناو زفت. يلي منعطيه هو تراب صدقوني مقابل ما أعطى الرب يسوع المسيح من أجلنا. لما بتعطي بتسمع صوت آخر بيقول لك شو بدك بهالشغلة؟ طب أنت دايما بدك ضحي، طب ليش غيرك ما بيعطي؟ في ناس معهم أكتر ليش ما بيعطوا؟ بكرة بتندم. ما تسمع لهذا الصوت، اسمع للصوت اللي عم بيقول لك لا تخف لا تخف. اتذكروا قصة بنتي، فأنا اليوم عم بتعلم من بنتي. البابا موجود لا أحتاج لشيء، البابا موجود لا أحتاج لشيء. الملاحظة الأخيرة قبل ما نصلي، أنا اليوم ما عم بدعيك أنك تعطي 90% من مالك، مش هيك أنا عم أقول. أنا عم بدعيك أنك تطيع لصوت الرب. لما الرب بيحكي معك وشو ما يقلك أرجوك ما تعاند، طيع صوت الرب، هيدا هو الغنى الحقيقي. صلاتي انك تعيش غني من خلال العطاء بكرم لإله اعطى حياته بكرم لاجلك. خلونا نحن رؤوسنا في الصلاة. بدي ادعيك ما تعيش فقير، عيش غني من خلال العطاء. الشخصية الكريمة شخصية يبحث عنها الله. هل أنت هو هذا الشخص؟ هل أنت هو هذا الشخص يثق أن يضع ماله
في يدك، لأنك نهر ولست مستنقع. بدي أدعيك تكرس، تكرس حياتك وقلبك ومالك وشقفة الأرض اللي عندك والبيت اللي عندك وكل شيء بتملكه، سيارتك ومدخولك. قل له يا رب أنت المتسلط على كل شيء، ومن يدك نعطيك، من يدك. التزم قدام الرب أنك تكون شخصية كريمة. الشخصية الكريمة يلي ما بتتوقع شيء في المقابل، يلي بتعطي بكرم ونقطة على السطر. أنا نرنم ترنيمة هآتي بطيب فوق شعرك، وانت عم بترنم هالكلام كرس كل شيء بتملكه للرب، جسدك، حياتك، مالك، ممتلكاتك، أرضك، بيتك. إذا ما عندك ولا مال ولا أرض ولا بيت، كرس جسدك للرب، حياتك. تذكر إنه كل واحد منا في يعطي. الكريم منا ظروف الحياة يلي بتجعله كريم أو بخيل، أبدا. الكريم كريم من الداخل، شو ما كانت ظروف الحياة بيكون كريم مثل سيده، مثل إلهه. هأتي بطيب فوق شعرك، أبني أنا أعرف حق قدرك، عبرة عن شوق في إكليلك، أبكي أنا رأسي على صدرك. كسرت قلبك من أجلي أنا، وقف مع بعض. قارورة الطيب أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا، لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل حبي لك وحدك، ولينكسر شهوتي في مجدك. دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما من إلقي نظيريك، وأسعى ضعيفا واستعد عليك حتى كل المجد يرجع إليك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمن، فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. الأول هأتي كلنا ما نرنا مع بعض فوق شعرك، أبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوق في إكليلك، وأبكي أن رأسي على صدرك. هأتي بطيبي فوق شعرك، أبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوق في إكليلك، وأبكي أن رأسي على صدرك. امين. تفضلوا عدو. اذا الرب عم يدعيك، عم بيكلمك انك تعطي، فيك تعطي بصندوق العطايا، فيك تعطي لما منوزع عطايانا، لما منوزع السله لنعطي. احنا عاده ما بنعمل هيك، بس اليوم رح نشجعكم انكم تعطوا، نعطيكم فرصه بركه انكم تعطوا. فيك تعطي اونلاين، تروح على ويب سايت الكنيسه rcbeirut.org وهونيك فيك تعطي أونلاين، فيك تتعهد تعطي شهرياً، تقول يا رب أنا بدي أعطي عشوري بشكل منتظم، بدي أعطي تقديمات فوق عشوري، بدي أعطي عطاء فيه كرم.
خلينا نعطي الرب لحتى نعيش بغنى حقيقي. شكرا لك على الحرية، شكرا لك يا إلهي البار. تعال نشكره من أجل ما صنع من أجلنا. وقفوا مع بعض، خلينا نوقف ونختم بشكرا لك على الحرية. شكرا لك على الحرية، شكرا لك يا إلهي البار. قدامكم زيدوا
Behave.